السلام عليكم ورحمة الله. أحدثت نجمة موقع التواصل الاجتماعي السعودية أسير الحلوة ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو اعتبره العديد من المتابعين في السعودية خادشا للحياء العام ومخلا بالأداب العامة. وظهرت أسير بالفيديو بوضعية جريئة في غرفة نومها، وما أثار غضب عدد كبير من متابعيها في السعودية، كما تصدر وسم أسير الحلوة تشوه سمعة السعودية الترند في المملكة العربية السعودية. فماذا تضمن الفيديو؟ وما هي التصرفات التي قامت بها أسير وأزعجت متابعيها؟ وما الذي طالبوها به؟ وهل تم إلقاء القبض عليها؟ أسير شخصية بارزة على الموقع التواصل الاجتماعي، ولديها ملايين المتابعين من الوطن العربي والخليج، أغلبهم من سلطنة عمان. إذا تقدم محتوى ترفيهي على حساباتها الرسمية، ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1996، ويعتقد المتابعون أنها تبلغ من العمر 14 عام نظرا لملامحها الطفولية، ولكنها نفت هذا الاعتقاد موضحة حقيقة هذا الأمر في من خلال بث مباشر لها في حساب لها على أحد التطبيقات. دائما أسير ما تنشر الناشطة السعودية على حساباتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مقالب التي تطبقها مع صديقاتها وعائلتها، والتي تضفي على المتابعين الضحك والترفيه في حياتهم، كما تشارك في من خلالها الدعايات الإعلانية والأغاني الجميلة.